أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد من SQL، تمارين SQL الشاملة. اليوم يجب أن نكمل، فتمريننا اليوم هو عن قيود SQL، وفعليا أنت تعرف بها، يعني أنت تعتقد ربما أنك لا تعرف عن هذا الموضوع، لكن أنت تعرف جيد، لأنني أنا أعطيتك بعض المعلومات حول ذلك في التمارين السابقة دون أن أقول لك أنها قيود أو أنها constraints. فتدريب اليوم رقمه 312، إذن ها هو، فهذا التمرين سنبدأ به الآن. طبعا أنت تعرف ما الأشياء التي عليك أن تقوم بها، عليك أن تفتح الـ DB Fiddle هذا حتى نقوم بالكتابة، وأيضا فقط معلومة بسيطة جدا، عندما قمنا نحن بإنشاء جدول معين، فنحن في التمرين السابق قمنا باستخدام شيء اسمه primary key وكتبنا auto increment، تعلمنا هذه المواضيع auto increment و primary key. primary key يمكن أن نعتبره أنه شرط أو قيد أو constraint على هذا العمود، بمعنى آخر أن قيم الموجودة في هذا العمود ستكون قيم فريدة وسيكون دائما فيها قيمة لا يمكن أن تكون نال، وبالتالي أعطيناها primary key. primary key هو من SQL constraints التي سنتعلمها ونتدرب عليها اليوم. طبعا في هذه constraints لدينا شروط كثيرة للبيانات عندما نقوم بإنشاء جدول، فمثلا نريد أن نقول أن هذه البيانات يجب أن تكون فريدة من نوعها، يعني لا يمكن أن يكون مثلا واحدة متشابهة مع الأخرى، وبالتالي constraint هنا أو القيد سيكون اسمه يونيك يعني فريد. بالنسبة للبرايمري كي فتعلمناه، برايمري كي يجمع بين الشرطين، الأول هو أن القيم لا يجب أن تكون نال، وأيضا يجب أن يكون فريد يعني يونيك. أيضا هنالك أشياء أخرى مثل ديفولت، حيث يمكننا أن نعطي قيم افتراضية للعمود إذا لم يتم إدخال قيمة. أيضا يوجد شيء اسمه تشيك، ومن خلاله يمكن أن نتحقق إذا كانت القيمة مناسبة أو تحقق شرط معين. هذا كله سنتدرب عليه اليوم من خلال إنشاء جداول مختلفة. اليوم جدول اليوم هو أو جداول اليوم مشوقة، لأننا سنقوم بإنشاء جدول عن رواد الفضاء والمهمات الفضائية التي سيقومون بها، وهذا نوع من البيانات التي إذا عملنا بناسا في يوم من الأيام سنضطر لإنجاز وكتابة مثل هذا الجدول. فإذا لنقرأ تفاصيل التمرين. تفاصيل التمرين تقول لنا أن علينا أن ننشئ جدول باسم countries، ويجب أن يكون فيه عمودين، الأول country ID والثاني country name. وبخصوص هذا يجب أن يكون country ID هو عبارة عن integer، ويكون هو المفتاح الأساسي ويزداد تلقائيا. يمكن أن نفكر بهذا مباشرة، أن نقول هذا primary key يزداد تلقائيا auto increment. الكونتري نيم يجب أن تكون varchar بطول 50 محرف ولا يقبل القيم الفارغة ويكون فريد. لا يقبل القيم الفارغة يعني not null، يكون فريد يعني يونيك، فيمكن أن ننشئ ذلك، لما لا؟ فإذن لنبدأ. فإذن بالتالي هنا بفيدل دي بي فيدل، فيمكن أن نكتب create table، قم بتكبيره هكذا حتى تروا، اوكي. فإذا create table والاسم countries اسم هذا الجدول، وبالنسبة للأشياء الموجودة فيه ستكون لدينا الكونتري، العمود الأول الكونتري ID، وهو عبارة عن integer، أكيد هو عبارة عن primary key، هذا هو الشرط الخاص به، وأيضا هو سيتم زيادة العمود قيمه بشكل تلقائي. العمود الثاني هو country name، وهو عبارة عن varchar بطول 50، وبالتالي هنا سأكتب 50، هو يقول لا يقبل قيم فارغة، وبالتالي سيكون not null، وسيكون أيضا unique لأنه هو فريد بهذا الشكل. فإذا الآن يفترض أني إذا قمت بتنفيذه لا يكون هنالك إشكال، بالفعل لا يوجد إشكال. يمكن أن نقوم أيضا بإنسيرت بهذا الجدول بكل بساطة بهذه الطريقة. طبعا أنا نسخت الإنسيرت من هنا من نفس حل التمرين، ولأن الإنسيرت موضوع إنسيرت أنتو يعني هذا شيء أصبح عادي بالنسبة لك، تحدد اسم الجدول، وهنا أريد أن أدخل country ID و country name وأدخل البيانات. لكن أعزائي كما تلاحظون إذا قمت أنا الآن بـ select all from countries
وران سيتم عرض كل هذا. لكن الشيء الذي يجب أن تعرفوه هنا أن بكل بساطة أن بالنسبة لهذه الـ ID لا يجب إدخالها أصلاً لأنه هو Auto Increment. فإذا أردت إدخال شيء جديد هنا مثلاً لندخل شيء جديد، أنا لن أدخل الـ ID الآن، فقط سأدخل الـ Country Name. جيد، وبالتالي هنا سأمسح هذا هكذا، ولا نحتاج إدخال الـ ID، سأمسحه لأنه هو أصلاً Auto Increment. وهذا جيد، والبلد هنا سأدخل بلد عربي مثلاً، ويمكن أن ندخل الأردن، ويمكن أيضا أن ندخل أي بلد عربي مثلا، ندخل سعودي أريبيا مثلا، السعودية. إذا قمت أنا بالران، لاحظوا هنالك خطأ. إذا ما هو الخطأ؟ الخطأ بكل بساطة نحن قمنا به بفيديو سابق إذا كنتم تذكرون، هذا نهاية الأمر، يجب أن تكون سيمي كولون، بالتالي ران. إذا الآن صحيح، إذا لاحظوا النتيجة، تم إدخال الأردن وسعودية أريبيا، ولا داعي لإدخال الكونتري آي دي لأن تم إدخاله بشكل أوتوماتيكي هنا. هذا شيء ممتاز. الشيء الثاني يقول أن لا يمكن الكونتري نيم تكون فارغة، وبالتالي لو أنا قمت مثلا بهكذا ولم أدخل الكونتري نيم وأدخلت مثلا نال بدلا منها وقمت بران، لاحظوا سيكون خطأ. ما هو الخطأ؟ لاحظوا خطأ سكيما ايرور، أن هذا أنت وضعتيها not null لكن أدخلتيها null، فهذا خطأ. فهنا حدث هذا الخطأ، الكونتري نيم كانت بينا. أنا أريد أن أقوم ببعض الأخطاء الآن حتى تروا ماذا يعني ذلك، يعني ماذا تعني هذه الكونسترينت. طيب أنا أدخلت الأردن، أيضا أريد أن أدخلها مرة أخرى، فذن جوردن وران. لاحظوا أيضا خطأ يقول duplicate entry، يعني إدخال مكرر، لأن الأردن لا يمكن أن تكون أن تدخل مرتين، هذه أردن هذه أردن، والشرط يجب أن يكون يونيك فريد، فلا يمكن ذلك. جيد. طيب الآن لو أدخلت مثلا الأردن واحد، جيد، وسأحذف الأردن اثنين، هذا لو أدخلت مثلا أنا هنا سعودي أريبيا، أيضا الـ ID لها واحد، وهنا أعد إدخال الـ ID country ID بهذا الشكل وران، أيضا خطأ يقول البرايمري كي مكرر، لأن البرايمري كي يأخذ already للتو يأخذ ال يعني يونيك، فالبرايمري كي بدا هو أصلا يعني يونيك ونات نال. ولو أدخلت مثلا هنا كتبت نال الآن للبرايمري كي، فذن ران، طبعا خطأ هذا نال وفاصلة ران، فإذن لاحظوا سيقول duplicate one primary key. لماذا؟ هذا أدخله بشكل أوتوماتيكي وهذا أعتبره يعني واحد. لو أدخلت هذا اثنين، لو إيش الذي سيحدث؟ لاحظوا سيدخل مكان الأردن سيدخل واحد، لأن أنا وضعت هنا auto increment. طيب لو لم أضع هنا auto increment بهذا الشكل ووضعت هنا مثلا null من نفسها، فإذن لاحظوا يقول country ID cannot be null، لأن primary key هنا يأخذ اثنين not null ويأخذ unique. طبعا الغرض من هذا التمرين الآن بهذه الأخطاء أن تفهم كل واحدة منها ماذا تعني. جيد، فجرب بها وحاول أن تقوم بالأخطاء حتى تفهم ماذا تعني هذه الشروط. الجدول الثاني المطلوب أن ننشئه هو جدول المشن، المهمات. فإن رواد الفضاء سيقومون بمهمات، هذه المهمات يجب أن يكون لها المشن آي دي من نوع انتجر وبرايمري كي وأوتو إنكريمنت. المشن نيم سيكون اسم المهمة باركار، لا يقبل قيم فارقة ويكون فريد، لا يقبل قيم فارقة نوت نال يكون فريد يونيك. الآن تاريخ البدء يجب أن يكون من نوع الديت، القيمة الافتراضية له يعني الديفولت، استخدم ديفولت. وبالنسبة للدوريشن دايز يجب أن تكون أكبر من زيرو، هنالك شرط وبالتالي سيكون عبارة عن تشيك. فإذا لنكتب هذا، فإذا بكل بساطة هنا سأكتب create table اسمه mission أو missions بالجمع، وفيه الأشياء التالية. فإذا بداية فيه mission ID التي هو قال أنه يجب أن تكون int، يجب أن تكون primary key مفتاح أساسي، يجب أن يتم زيادتها بشكل أوتوماتيكي، فإذا increment auto increment، طبعا auto increment بين الكلمتين يوجد underscore. الموضوع الثاني هو الاسم، اسم هذه المهمة بدل mission name يجب أن يكون var char وطوله 100
ويجب أن لا يكون null، فبالتالي سنكتب not null، ويجب أن يكون unique، قال لا يجب أن يكون مكرر، فسنكتب unique. الموضوع الثاني هو تاريخ البدء التي يجب أن يكون نوعه date، سنكتب date، وقال أن يجب له قيمة افتراضية. القيمة الافتراضية نحددها بشرط default، وهنا القيمة الافتراضية قال أنها سنة 2023 1 1. الآن المدة هذه المهمة، فمن duration days مدتها، المدة أكيد ستكون integer، وهناك شرط أن يجب أن تكون أكبر من زيرو. فإذا حتى تكون أكبر من زيرو يجب أن نضيف شرط اسمه check للتحقق، وهنا سنكتب أن duration، هذا check هو على column، قيمة column duration days يجب أن تكون أكبر من زيرو. سهل جدا. فإذا قمت أنا الآن ب run، جيد، هنالك خطأ لأن لا يوجد countries، يوجد mission، فبالتالي هنا يوجد نكتب missions، فإذا run، فإذا لا يوجد قيود. يمكن أن أخذ القيود من الموقع نفسه، هنا من أين؟ من هنا، أنسخها insert وأضيفها هنا بهذا الشكل، كان أمر وهنالك أمرين، نضيف semicolon و، ويفترض الآن أن يظهر لي، لاحظوا لدينا mission ID، mission name والأمور الأخرى، لاحظوا ها هي تم إدخالها. طيب الآن دعونا نقوم بالاختبارات. طبعا نحن فهمنا موضوع primary key auto increment، فهمنا not null unique. الآن بموضوع default أعزائي، طبعا لاحظوا أن هنا إذا أردت مثلا أن أقوم بإدخال عنصر آخر، هنا أردت إدخال عنصر آخر، دعوني أقوم بالتكبير، فيمكن أن أقوم بالشيء التالي، أكتب هنا كوما وأنسخ هذا وألصق. جيد، طبعا لدينا هنا auto increment على فكرة، فبالتالي هذا لا داعي أن نكتبها، يمكن أن نحذفها، auto increment لا داعي للIT في حالة auto increment. الآن المشن ID سيتم حذفه من هنا لأنني لا أدخله. جيد، فإذا بقي فقط أدخل الاسم، وقت البدء، وعدد الأيام. لاحظوا أن عدد وقت البدء هنالك تاريخ default، فبالتالي يمكن مثلا أنا أقوم بالشيء التالي، هنا أنا أكتب هنا new وأكتب هنا رقم مثلا هكذا. فإذا قمت ب run، لاحظوا هنالك خطأ. الخطأ ما هو؟ أعتقد نفس الخطأ الأول، الخطأ الذي أخطأته أنا قبل قليل. فإذا يجب هنا، لأن لدينا هنا semicolon هكذا، فإذا مرة أخرى، فإذا run يقول أن لاحظوا أن أنت لم تدخلي تاريخ صحيح، لأن هنا هذا هو عبارة عن تاريخ وأنا لم أدخل تاريخ أصلاً. فإذا لاحظوا حتى فكرة تحديد النوع تقوم SQL بالتحقق منه. حتى نختبر default في هذه الحالة، ما الشيء الذي سنقوم به؟ سأقوم بحذف هذا هنا، هذا العمود، وكل بساطة هذا سأحذفه أيضاً هكذا، وبالتالي فقط أنا سأدخل بالإدخال الخاص بي، سأدخل اسم المهمة وعدد الأيام. فإذا run، فإذا لاحظوا الآن أدخل التاريخ الافتراضي، لأن أنا فعليا هنا لم أدخل أي تاريخ، فأدخل هذا التاريخ الافتراضي مكانه. فبحالة عدم إدخال قيمة سيتم إدخال هذه القيمة الافتراضية. الآن بخصوص هذا عدد الأيام زيرو، لو كتبت أنا مثلا سالب رقم، فإذا لاحظوا الشيء الذي سيحدث. فإذا الآن أنا أدخلت سالب 35 وقمت برن سالب 53 وقمت برن، لكن لم يعطي خطأ. لماذا؟ بكل بساطة هو حسب نوع الداتابيس التي نستخدمها. فلغة SQL هي واحدة في كل مكان، لغة SQL واحدة هي التي نتعلمها، لكن عندما نكتب لغة SQL علينا أن نستخدمها بتقنية معينة، فهناك عدة تقنية. فمثلا يمكن أن نستخدمها بMySQL، يمكن أن نستخدمها بSQL Server، يمكن أن نستخدمها PostgreSQL، فيمكن أن نستخدمها بSQLite. فإذا هناك عدة تقنيات، نحن الآن نستخدمها بMySQL بهذه النسخة. هذه النسخة تستخدم SQL نفسها، اللغة التي نتعلمها، لكن تعطي يعني هناك خصائص معينة لMySQL النسخة 5.7. فبالتالي في هذه النسخة يقومون فعليا بفهم هذه الجملة أنها تشيك كذا، لكن لا يقومون بماذا؟ بتأكيد استخدامها وإظهار خطأ عندما تحدث، ولذلك لم يظهر لدينا خطأ. لكن لو استخدمنا هذا الأمر نفسه مثلا بSQL Server سنرى أن النتيجة ماذا؟
فعليا تم ماذا؟ تم فعليا يعني استخدامها وسطوعه الخطا. دعونا نجرب مثلا SQL 8 هنا، فانا غيرت النسخه الان فدران. لاحظوا الان اعطى خطا، فدران اعطى خطا لان التشيك هنا بالنسخه الثامنه قام باخذ هذا الخطا، بالنسخه السابقه لم ياخذ هذا الخطا. لاحظوا، فدران احيانا يحدث مثل هذه الامور ومن الجيد ان تعتد عليها، لان حسب النظام الذي انت تستخدمه احيانا SQL تنفيذ SQL يختلف. لكن عليك أن تتذكر أن SQL واحدة، نحن نتعلم لغة واحدة، التقنية تختلف، بعض الأشياء البسيطة تختلف من تقنية إلى أخرى. فإذا انتهينا من هذا الموضوع، الآن للموضوع الذي بعده. فإذا الموضوع الذي بعده يجب أن ننشئ جدول الفضائيين أو رواد الفضاء. فإذا هذا هو الجدول، فإذا لننشئ، فلنبدأ بإنشاء هذا الجدول. فإذا هنا سنقوم ب create table، اسم التابل هنا، والآن سنضيف ال id، أنا سأكتب id هنا فقط هكذا، سيكون integer، سيكون primary key، وسيكون أيضا auto increment. دائما أنشئ ال primary key بهذه الطريقة، فيوجد له اسم first name، سيكون هو عبارة عن باركر 50، ويجب أن نزود اسمه، لا يمكن اسمه أن يكون not طبعاً first name كذا. الشيء الثاني ال last name أيضا هو عبارة عن varchar 50 ولا يمكن أن يكون not. الشيء الثاني تاريخ ولادة هذا يجب أن يكون من نوع date ولا يجب أن يكون not, يجب تزويد قيمة. بالنسبة للإيميل يجب أن يكون أيضا varchar، يمكن أن نعطيه مثلا 150، ويجب أن يكون يونيك، لا يمكن يعني اثنين لهما نفس الإيميل، لا يمكن، فذا يونيك. الموضوع الثاني الذي هو عبارة عن country ID الذي هو بلده، بلد هذا الشخص، بلد هذا الرائد الفضاء، الذي سيكون عبارة عن integer. أيضا المهمة التي قام بها المشن ID والتي أيضا هي عبارة عن integer، ولكن يمكن أن يكون قيمتها نل، لأن يمكن هذا رائد الفضاء لم يقم بأي مهمة. الشيء الآن الذي سنقوم به هو أننا سنربط أكثر من جدول معا، بمعنى أن نحن قمنا بإنشاء جدول المدن، ها هو، فإذا في يوجد أمريكا، يوجد روسيا، الصين، كلها دول قامت بمهمات فضائية، وفعليا بجدول المدن أو عفوا جدول البلدان يعني أقصد والدول، يمكن هذا الجدول أن نضيف فيه معلومات كل دولة، مثلا معلومات روسيا، معلومات الصين كذا، أدخل أنا المعلومات. إذا كان هذا رائد الفضاء من الصين، فأنا لن أكتب مثلا هذا من الصين والصين فيها كذا وكذا وكذا، لا، أنا أقول هذا رائد الفضاء يتبع لبلد معرفها مثلا ثلاثة، يعني هو من الصين. فعندما أذهب لجدول الصين أرى أن هو يتبع هذه الدولة، ويمكن أن أقرأ عن الصين من جدول الصين، من جدول البلدان يعني. فإذا بالتالي هنا الشيء الذي سنكتبه أن الكونتري آي دي الخاصة بهذا هي عبارة متعلقة بجدول البلدان الذي قمنا بإنشائه وقت سابق، فسأكتب شيء اسمه فورين كي. فورين كي هو يعني مفتاح أجنبي أو مفتاح ثانوي أو مفتاح فرعي، بمعنى آخر أن هذا الجدول متعلق بجدول آخر عن طريق هذا العمود. فإذا foreign key، فإذا عن طريق country ID الذي هو هذا، عن طريقه فأنا أتصل بجدول آخر يشير إلى جدول آخر، references يعني يشير إلى جدول آخر الذي هو جدول countries، وتحديدا إلى عمود الـ Country ID الذي قمنا بإنشائه هنا. فإذن هو يشير إلى هذا، بمعنى أن عمود، لو نظرنا للجدول، عمود الـ Country ID هنا قيمته هي نفس، توجد أيضا موجودة هنا بقيمة جدول البلدان. أيضا بالنسبة لي هنالك شيء آخر أيضا الذي هو أيضا Foreign Key آخر، فإذن Foreign Key آخر الذي هو الـ Mission ID الموجودة بجدول رواد الفضاء. أيضا هذا references جدول الميشنز وتحديدا الميشن ID.
طبعا إذا أردت تنفيذ هذا الآن سيعطي خطأ، لأن هنا لم نضف جدول الكونتريز والبلدان في هذا الأمر، فيمكن أن ننسخ، لا مشكلة. فبالتالي هنا أنا سأنسخ موضوع الكونتريز هنا قبله هكذا، وأيضا سأنسخ جدول الميشنز الذي أنشأناه أيضا وأضيفه هنا. وبالتالي الآن لو قمت أنا ب طبعا هنا نريد أن نقوم بأخذ كل شيء من هذا الجدول، جدول رواد الفضاء، وهو الآن فارغ، لكن ران، لاحظوا هل يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ، تمام. فإذا الآن يمكن أنا ماذا أفعل؟ أن أقوم بأخذ الأشياء التي أنا أضفتها لجدول رواد الفضاء من هنا وأضيفها هنا في النهاية، في نهاية الأمر. طيب فإذا الآن إذا قمت أنا ب ران هنالك خطأ، ويقول أن لا يوجد عمود اسمه astronaut ID. لماذا؟ لأنني أنا غيرته فعليا، أنا وضعته هنا ID، فبالتالي هنا يمكن أن أغيره ID ولا داعي لإضافته، كما قلت لا داعي لإضافته لأنه auto increment. طيب فإذا الآن ها هو، فإذا نحن الآن قمنا بإضافة هذا الجدول بمعرفات رجال الفضاء وأسمائهم، متى ولدوا، الإيميل الخاص بهم، البلد الخاص بهم، ورقم المهمة. رقم المهمة والبلد تعود لجدول الكونتريز الذي موجود هنا، ورقم البلد يعود لجدول البلدان، ورقم المهمة يعود لجدول المهمات. بالنسبة لموضوع الفورين كي، ربما تجدون صعوبة فيه، لكن اعتبروا هذا الشيء هو مجرد مقدمة، لأننا عندما نتحدث عن الجوينز ويصبح دروسنا متقدمة أكثر، فسنستخدم الفورين كي كثيرا. هذه أول مرة نستخدمه، لكن سنستخدمه أيضا أكثر وأكثر لاحقا. عليك أن تعرف شيء، أن البرايمري كي هو المعرف الذي يميز الجدول نفسه داخل الجدول، كل قيد مميز فريد له معرف فريد، هذا هو البرايمري. أما الفورين كي هو طريقة لوصل جدول الجدول هذا مع جدول آخر عن طريق معرف مشترك بين الجدولين. وفي حالتنا المعرف المشترك كان هو الـ ID الخاص بالبلد بجدول البلدان، والـ ID الخاص بالبلد بجدول رواد الفضاء، الـ ID الخاص بالميشن بجدول المهمات، والـ ID الخاص بالميشن بجدول رواد الفضاء. فهذا هو كان المفتاح الأجنبي أو المفتاح الثانوي أو الفرونت. إذا كان هذا غير واضح اكتبوا في خانة التعليقات أنه غير واضح، وما الشيء فعليا كان غير واضح سأعيد شرحه وتوضيحه لكم. هذا كله لتدريب اليوم، نلتقي في الأسبوع القادم بتدريب جديد. مع السلامة.